انا تونسي ونعتز بكوني انا تونسي بالرسمي زادة، واللي قاعد يصير في البلاد هذا يعني بالرسمي حاجة ثقيلة، يعني حاجة توجع القلب من ناحية سياسيين ومن ناحية اقتصاديين يعني واجتماعيين زادة. السياسي توا هاك تشوف داخل بعضه، المعارضة داخل بعضها، الشادين الحكم الترويكا داخل بعضها، بقينا شنو معناها؟ الأغلبية كلها تجري على الكراسي. ريت الأحزاب الكل، حتى الأحزاب الكل اللي هذا يخدم في مصلحته هو الخاصة بركة، ما يخدمش في المواطن، عمره اللي كان كيما النهضة وكيما التكتل كلهم برشا، ما عمرهم لكم يجوا يخدموا في وسط البلاد، معناتها لصالح البلاد. شوف العباد اللي جات هذوما اللي شدوا لي بوست وكل شيء، جوست بور ريان، بور لي بوست، الفلوس. اللي هي بالسياسة ومسايبين الأمور الاقتصادية تاع البلاد. أنت سي نورمال كي تبرك اقتصاديا البلاد. ماكش باش تلقى معناها مردوديه في السياسه، باش تولي العباد تكفي بعضها والفلوس ما ثماش، واللي صاير هذا هو تو. تونسي ديما مشكلته الانانيه. كان كل تونسي ينقص شويه من الانانيه، يخمم في غيره، ونحبوا شويه بلادنا، حتى شويه بلادنا، دونك نتصور برشا حاجات تتقد. خاطر كمان التونسي او فما ماهوش خايب، ماهوش بيه، ماهوش يعني الماجوريتي نتاع التوانسة قارين يعرفوا. كانت اللي صار هذه المشاكل كل صاروا شويه امور اقتصاديه، تلاقوا شويه بالبلاد، تلاقوا شويه بالبلاد. نتصور ما تكونش الظروف كما هكا. الاحزاب اللي صارت تو، الناس اللي صاير تو، يعني كلهم مصحه واحده، البلاصه، الكرسي، الشهره، سي فلان، كلهم بلاصه، كما التكتل والنهضه والنداء تونس، كلهم كيف وعمرهم لا كان يجوا على مصحه البلاد، جامي دو لافي كان يجوا على مصحه البلاد. الشعب ماشي في هاويه، والبلاد ماشيه في هاويه، وهم يتعاركوا على الكراسي. مجلس تاسيسي معناها هاكم قاعدين وكاهو معناها. عباد تاخذ في الشهر، عباد كذا وكاو. هديت من المجلس التأسيسي ما اوكي، يقولوا باش يجيو باش يصيروا دي زيليكسيون، هيا نعملوا بريسيون باش يعاودوا. اي يوم بعد لي فري بروبليم، لي بروبليم اللي تقامت عليهم الثوره مازالوا موجودين. باش يجي معارضه تشد الحكم ولا النهضه ولا سلم، باش يقعدوا هما بيدهم. النهضه عملت حاجه؟ ما عملت شيء. اعطينا مهله، اعطيناها عام، ما عملت حتى شيء. ما باش عملت كيما تأسيسي؟ لا مش تأسيسي، لكن مش تأسيسي. أحسن شيء لو كان ينحيوه جملة. ينحيوه من مجلس التأسيسي. ينحيوه؟ إيه. الشعب علاش نتخبوه؟ باش يتكلم بصوته. وهو وقت اللي ما يتكلمش بصوته هو ما خلي فيه يعني. أني انتخبتك وحطيتك في البلاصة هذيك باش تتكلم بصوتي. هو نورمالمون الاتفاق من الأول اتفقوا على عام. تبقينا باش يمشيوا عام، توا في عام رقدوا ديجا حتى الواحد، حتى باش يعينوا الانتخابات الجاية مش موجود. أمور رسمية كلام وكذا ومازال مش موجود حتى شيء. عام ناس ما خرجت حتى بقرار، بالعكس خرج بقرار على المعيشة. في بناء الدستور أنت ما تمشيش، إيش معنى؟ معناها أنت ركزت على الفلوس أخذتها وكهو برا. نحاسبوا أني ونرجع الفلوس الكل هيك ويلزم محاسبة هذي. محاسبة عدلية. نقصهم شوية قلوب باش يقشروه. الآخر يلعب وذاك قاعد وكل شيء، دونك هما يضرب في 4 ملايين في الشهر. كيفاش تحبوا يسلم؟ جو بونس با كان جاي حتى اي واحد ما يسلمش، ما يهموش العباد كليت ما كليتش، عاشت ما عاشتش، الدنيا غاليه رخيصه. مش عامل الحكومه، بالعكس الحكومه قاعده في سبات، يتقاسموا في الكراسي، يتقاسموا في الغنيمه، فوالا اللي هي غنيمه كبيره، يتقاسموا فيها. انا نحب المنصب هذاك، انت نهضاوي برا مشد البلاصه هذه، انت لا مش نهضاوي بطل، فوالا ولي خدم في بعضهم النهضه، انا وعد بليتو النهضه ولا تخدم في بعضها. انت لا نهضاوي عامل احنا برشد كذا كذا. اون تو لي كا ما يمثلوش الشعب التونسي. ما يمثلوش الشعب. يمثلوا في رواح. يمثلوا في رواح ويمثلوا في مكاتب. لا ما عنديش عليه حتى ما عنديش ما نقد فيه. هو اختار قسمهم بين بيناتهم المسؤوليات، هو رضي بالشيء هذاك قاعد يخدم في حدود مسؤوليته، هو رضي بالشيء هذاك بالطبيعة من دام هو وافق. نحبوا يرجع بابا. ينجم يرجع بابا زعما باترنيل. انا رئيس نحبه بابا. ينجم يرجع في بلاصه بابا. والله انا نتمناها اني رئيس الدوله ولا كل من يحكم له صحيت. انا نحبه يرجع بو ال 10 ملايين تونسي ولا 12 مليون. ايوه اذا كان ما ينجمش من المستحسن ما يقعدش يربح في دعاء الشر، على خاطر ممكن يعبي فلوس، ممكن يسرق، ممكن يرتاح، ممكن اي ثم ربي. وقت تشوف انت بورقيبه كيفاش كمل عمره والزين كيفاش كمل عمره. إذا كان باش تكون ياما تكون في المستوى وكون بوها 12 مليون ولا لا فايدة باش تشد رئيس دولة. إيش نقول له؟ هو رئيس الناس الكل.
ويلزم يكون رئيس الناس الكل، خاطر مش رئيس ترويكا ولا رئيس كذا ولا فئة معينة. صحيح عنده انتماء هو ذاك، أي عبد عنده انتماء حر معناه الانتماء متاعه. بون تبقينا مش كيما من الأول كيما توا، توا بدات الناس تحسوا شوية رئيس الناس الكل معناها هكا، ثم برشا قرارات خذاهم. بون وثم حاجة زاد هو ما عندوش معناها زاد يخدم شوية يتحرك شوية بالطبيعة، بدات الأجندة السياسية تبدلت توا، ثم انتخابات وثم كذا، وربما هذاك ديما واحد بالنوايا باش ما تعرفش النوايا كل واحد شنو هو النوايا نتاعو، معناها ينجم يكون معناها نيته صافية. تبقينا وزاد ما عندوش برشا صلاحيات معناها، ما تنجمش تحكم على تنجمش تحكم برشا في حاجات يمثلني، في حاجات ينجم يكون ويحكي يقول لك إرادة الشعب، ما ماهيش إرادة الشعب الكل، في حاجات ينجم معناها نفهم ونسمع ونكون معاه في رأي. مردودية شنو هو؟ مردودية مردودية وقت اللي يحضر لك دستور ويحط كل لي كونسيير لي زي، يحط كل حاجة في بلاصتها، هذاك وقت تقول، ما هو بالواقع المردودية يصير. مادام ما ثماش انت المردوديه ذي معناها مش قاعدين يقدموا. الراه طيب. طيب حرق العدد بالنسبه لي اني قاعدين يخدموا. قاعدين يضربوا على جميع الواجهات. قاعدين يتحدثوا في جميع الواجهات. المعارضين موجودين، واحد يقول ايه واحد يقول لا، مادام ثم واحد يقول وي واحد يقول نو، معناها ثم حاجه خرق العدد. الدستور هم قاعد يبنيوا فيه. ليش بالابسنتيزم؟ هذا يلزم يتحركوا فيه. ايه باش طول شويه الدستور باش يتبنيه، هو اللي ما حضرش سلم في حقه وسلم في حق الشعب اللي انتخبوه، هذاك حاكمه انت كل انسان اي يطالب محاكمته، يلزم الشعب يطالب محاكمته. انا انتخبته باش يتكلم بحقي وباش يتكلم بصوتي وما تكلمش وما حضرش، نقدم فيه شكاية. المعيشة ماشي وتغلى تو، تو المعيشة حليل والزوالي وكهو. العلوش المول علوش وصل ب 780 مليون، تصورها انت في عهد من عليه ما وصلش. تكرا ديار ب 500 و 400 ب 400 وما ثماش. لوج على دار ب 400000 وما لقيتش انا غير الناس. قلت عملت بجيب شنكي ب 400 وما ثماش. ومش معناه في بلاصه راقي، في بلاصه عاديه معناها. قداش تصور في الشهر؟ وقداش تصور في الشهر؟ هذيك المشكله وي. وشنو معناها اللي سالير اللي سالير معناها سالير محترم في تونس. قداش يكون؟ ما تطبقش بعضها، تجري ب 400 وعندك صغار ولا مصروف ولا كذا، كيفاش باش يقابل بعض الشيء؟ خلص 550 و 600 معاش معيشة، باش نعرس بها، أنا شاب، أنا توك عمري 34 عام، باش نعرس بها، باش نورمال باش نعرس، قايز نشوف في بنت حلال باش نعرس، باش تعيشني 500. الزوالي حليل وكا هو، باش نقول لك، الزوالي حليل وكا هو. حكاية عملها شو اسمه حسب رأيي اللي باش قاد السبسي. أنت وقت اللي جيت تزيد في الشهرية. البعض الاشخاص وحلت اللعب ولا الناس كل طلب طالب بزياده في الشهريه وثم زاد وثم لا. سي القاضي زادته 600000، سي القاضي اللي هو نيفو دو في نتاعه خرق العاده وتزيدوا 600000، الواحد زيد فيه 600000، خممتش في الزوالي اللي ياخذ 300000. انت مش انت يبقى هذاك تزيدوا 600000 والزوالي ياخذ 300000 تنقص له 200000، مش خلاه في بلاصته، لا نقص له. طيب انت وقت اللي هو ياخذ 300 وانت تزيدوا في كل شيء، مش تسمى نقص له؟ فكرتش فيه هذاك انسان يمشي العدل يلقى السفاح، السفاح تو موجودين في السبيطارات هذا ما نسمع، هذا اللي نسمعوا لي يمشي باش يعدي يقول له عمليه تو يعطيه رونديفو بعد 6 شهور، هذا مش سفاح. الله ما نقول اقول عصابه الطب اقول عصابه اللي تحب انت، هذا شيء نسمعوا به مادام السفاحه موجوده. بالنسبه لي هذاك بالسفاح ما سمعناش حتى هذاك اكبر سفاح. المجرم يقتل واحد برك، اما كي يبدا السفاح حبيبي نجم يقتل 1000. نحاول قضاة نحاول 70 تلفتوش للطب ولا ما يستاهلوش باش يحملوا طبلي البيض، غازروا لهمش هذوك، ظني ما تلفت لهم حتى حد في رمليه زاد ما تلفت لهم حتى حد. معلمين زاد ما يستاهلوش باش يكونوا معلمين، ما تلفت لهم حتى حد. اساتذه التعبد تعدي في اجيال يظل لي ما تلفت لهم حتى حد. المونتاليتي تحسها تعبه برشا في تونس بحق، يصير تعب البلاد ولات مسخه، من الناس ما عادش قادر حد حد، ما عادش يهمهم حد، كل واحد ولا باستحقاق وكل شيء. نحك بصخ من ناحيه الامراض اللي صارت هويك بالرسمي، صار ثم فوضى ثم عشوائيه، يعني حياه عشوائيه كهكا طيشه في الدوجين. والله المواطن يحب ينظف روحه، المواطن يحب ينظف روحه. ثم كمشة قولني حثالة هما اللي ما خلوهمش يخدموا، علاش ما خلوهمش يخدموا؟
على خاطر هو المجلس البلدي وقت يحب يخدم ثم ناس ما تخليهمش وقت اللي يلتجيوا للامن، الامن مش قاعد يخدم، يولي المجلس البلدي بيدو وخر. اذا كان هذيك كيفاش تطبق القوانين المجلس البلدي وقت اللي يقر بعض القوانين ما يلقاش كون يطبقها كيفاش يخدم، والمواطن زاد كي ما يلقاش المجلس البلدي معاه كيفاش يخدم، كيفاش ينظف روحه، كيفاش ينظف روحه يعني وقت اللي نخرج حشاك البوباله من الدار ما يلقاش كون يهزها وتقعد 3 ايام قدام الدار، شنو نعملها انا؟ هذيك البلديه تحب تخدم، تحب تبعث الخدام، الخدام ما يمشيش، خذي حقه، ما يحبش يعطي، ما يحبش يقوم بواجبه، هو خذي حقه بالنسبه ليه كان في المناوله ولا ياخذ في 400,000 ترسم يتكلم تكلم وكلمه يجيب لك النقابه. لازمنا احنا الديمقراطيه باهي اما معاه شويه عصار.